بابا الحمد لله لحقناك وجبناك العياده اهو. ما تخافش يا بابا ان شاء الله هتبقى كويس، بس بلاش نظره الحزن اللي في عينيك ديت، يعني تمسك بالحياه ما تستسلمش للمرض. بابا انت دايما عودتني على كده. اصل انا قالوا لي بره وما صدقتش. انتوا جايين مخصوص عشان الفرده فعلا؟ عشان فرده. ماشي. حضرتك في ايه؟ حضرتك حاجه؟ احنا احنا جايبينه مستشفى اليوم الواحد، ما احنا جايبينه لعياده الدكتور بيطري. ماشي يعني اللي انتوا عايزينه. طب حضرتك يلا عالجه بسرعه، عالجه لنا بسرعه شوف عنده ايه. يلا بسرعه. اعمل ايه يا ابني؟ ده ب 35 جنيه. انتوا دافعين كام بره عشان تدخلوا؟ 150 جنيه. اطلع خد ال 150 جنيه، جيب 6 7 فران يقعدوا يلعبوا معاه هيفوقوه هيبقى زي الفل. 6 7 فران ايه؟ احنا عايزين الفار ده. يلا عالجه بسرعه. بص ايدك، اعمل اي حاجه، اديله صدمات كهربائيه، هات حجرين قلم وشرزهم له كده، اعمل اي حاجه. بعد اذنك اهدى عشان انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. ماشي. في حيوانات بره كتير اهم وحالتها اخطر، فانتوا شايفين ايه؟ انا شايف برضو يا دكتور ان ده حيوان برضو وحالته خطيره. ما تقولش عليه كده لا يزعل. يا دكتور يعني عالجه باي طريقه، احنا مش هنقول لك انت بتعمل ايه، اعمل اي حاجه. انا عندنا حل بقى. اتفضل الحقني بيه. ابص ايدك الحقني بالحل. اهدى اهدى، مالك في ايه؟ خار. بص ليكوا في الحمام. ايه؟ الحمام. ليكوا في الحمام. لينا في الحمام. ليكوا في الحمام. ماشي، احنا نجيب شويه حمام نربيهم ونسفر لهم ويجوا لنا، وبرضه ينفعوكم في غدوه حلوه، في عشوه حلوه. مش فاهم عشوه حلوه ايه وحمام ايه يا سيدي؟ احنا عاوزين الفار دوت مهتمين بيه. احنا يا سيدي دماغنا فراني. وانت دماغك فراني برضه. دماغي فراني. ما انت شايف لابس ايه؟ الضحك حلو، احنا عايزينه بقى يقوم ويضحك معانا كده. طيب بصراحه انتوا صعبين عليا، يعني انا شايفكم مهتمين بيه قوي وخايفين عليه وبتاع، فانا عايز اقول لكم معلومه. يعني الفرد ما بيعيش كتير. إيه؟ بصراحه بقى ما بيعيش كتير. يعني ما بيعيش كتير؟ يعني ما بيعيش كتير. اعمل اي حاجه ارجوك انقذه يا حبيبي. بص يا دكتور اتصرف، اعمل اي حاجه. بص ايدك. بص يا دكتور لو حضرتك مكسوف تقول ان انت مش عارف تعالجه مفيش مشكله، احنا ممكن نسفره اي دوله نعالجه هناك، بس قول لنا نوديه فين بالظبط. اي حته ان شاء الله نوديه. وادي فريند. ايه الغباوه دي؟ يلا وادي فريند ده مسلسل. هو ده مش مكانه؟ لا. ايه ده؟ عشان انت مفاجئني بصراحه. طب يلا فاجئني انت. يلا وعالجه بقى. هفاجئك، انا عندي حل. اخر حل ده. الحقني بيه. انا عندي كلب جولدن ب5000 جنيه. ماشي، تجيبوه برضو وتسفروا له يجي لكم، وكلب بيت ويلعب مع الاطفال وزي العسل. مش فار. طب نعالج الفار ونسفر له ويجي لنا برضو. بعدين الجولدن ده شرس اصلا. شرس ايه؟ جولدن ده كلب عبيط بتاع بيت بيقعد يلعب وخلاص. يعني نجيبه؟ نجيب ايه؟ ما انت منك يا هاتم. انت دماغك يا ابني عايز ايه يا ابني؟ ما تخلصت. بص يا دكتور حضرتك ممكن تعملوا عمليه تجميل وخليه لنا شبه الصوره دي. انت قلت له حاجه بتضحك ولا ايه؟ في ايه؟ نسخه من فور فعلا. ايوه ما هما نفس الفصيله. ماشي ماشي، ينفع اعمل عمليه تجميل بجد؟ كتر خيرك. طب يلا نجد بقى. بس انا يعني هحتاجكوا معايا في العمليه. ماشي احنا تحت امرك. اتفضل. ماشي. طبعا. طيب انا يعني هحتاج شويه جلد من فخدك. فخدي كلها تحت امرك بس ننقذه. حلو ماشي، وشويه جلد من فخدك انت كمان. من فخدي ليه؟ ما انت هتاخد من فخدي. انا هاخد شويه جلد من فخدي انا شخصيا. كتر خيرك، هتدينا من فخدك. هنلقع وش الفر هيبقى شبه الصوره بالظبط. الحمد لله كتر خيرك. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ ما هو انت لو كنت وريتني الصوره من الاول انا كنت قلت لك. انا ما كنتش عارف والله، كنت وريتها وانا ما كنت شفت الصوره والله. طب يلا. في حاجه بس يعني اهدى بقى عشان اقولها لك اخر حاجه بس. مش لاحق. حجمه هيفضل زي الفرد كده بس صغير برضه حلو. طب ما تاخد حته كبيره من فخدنا وتخليه بالحجم الطبيعي. مش مشكله مش مشكله، خليه صغير مش مشكله. ماشي موافقين. امشي اطلع بره. ولا ليه؟ امشي اطلع بره. وهو يقعد عادي؟ انتوا الاثنين تمشوا تطلعوا بره وتاخدوا الفار معاكم وتطلعوا بره. ليه كده يا دكتور؟ في ايه؟ يلا يلا. حاضر حاضر. يلا اطلع بره. حاضر. هبت ليه كده؟ ما احنا في مصيبه. يلا يلا عبيط. يلا الفار اللي بيموت ده. فراني. معلش هناخدك نوديك احسن حته في الدنيا. متشكرين يا دكتور. يلا اطلع بره. كتر خيرك يا دكتور. طب والعمل؟ ما هو اكيد في حل. العمل عمل ربنا. يعني هو في حد حصل له كده قبل كده عشان نساله انت عملت ايه؟ بابا صح، انت لازم تكلم ماما دلوقتي عشان تطمن عليك. لا مش هكلمها. ليه بس يا حاج؟ يا ابني دي مدت ايديها عليا، وانا اللي هي فوق 30 سنه متجوزها عمري ما مدت ايدي عليها ولا انتها. يعني هي حاجه كانت تعرف المصيبه اللي احنا فيها دي يعني؟ ماما مش لازم تعرف اي حاجه. وانت يا نور خد عربيه ابوك كده بعيد عن البيت عشان ما تشوفهاش خالص، لان هي فاهمه ان ابوك مسافر بالعربيه. ماشي. طيب هات اكلمها. اخلص. بتعمل ايه؟ بحول لي رصيد من موبايل ابوك. انت بتسخنه؟ ده هي 10 جنيه. انت
طب حول لنا كمان. حولت لك. ماشي. هو محتاج يسخني. مفيش حاجة يا بابا بقى. امسك. الو. يوسف انت فين؟ ازيك يا هادم؟ كده تسافر لا حس ولا خبر؟ دي أول مرة تعملها. معلش يا حبيبتي غصب عني، دي حصلت فجأة. طب هترجع امتى؟ علم علمك. وتليفونك كان مقفول ليه؟ أصل المكان اللي أنا فيه ما فيهوش شبكة، أنا في سيوة. طيب يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، ربنا معاك. إلا قولي لي يا هادم، تاخدي الدواء ولا لأ؟ أنت نمت امبارح من غير ما تاخديه. نسيت، راحت عليا. اللي أنت بتقوله ده يا بابا، ما تقولها أحسن أنت بقيت فار. إيه رأيك أقول لها؟ بس أنت عرفت منين؟ توقعت يا حبيبتي، ما أنا حافظك. خدي بالك من صحتك. انا الايه؟ ما تقلقش يا بابا، ان شاء الله هنلاقي حل. لو جرالي حاجه ابقوا خلوا بالكم من امكم. لو جرالك ايه هيجرالك ايه تاني يا بابا؟ هيجرالك ايه اكتر من اللي انت فيه يعني؟ ايه يا مجنون؟ مش كل شويه تقول له الكلام ده. مش سامع بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو جرالي حاجه. خلاص يا اخي، خلاص يا بابا، احنا اسفين. شوف. اه صح، يا نهار ابيض، انا ازاي فاتني الميعاد ده؟ ميعاد ايه؟ ابو ليلى مستنينا عشان اروح اخطبها. نعم، وانت بتخطب ليلى من غير ما تاخد اذن ياض؟ ما هو يا بابا مش خطوبه يعني، انا كنت رايح اربط كلام. البيت هتطير مني ان شاء الله في الفرح، هباخدك. ليه يا حبيبي؟ انت لو تروح من غيري رجل على رجلك ان شاء الله، دي اول فرحتي. ماشي، بس نروح البيت نغير، مش هينفع اروح اقابل الراجل بالمنظر ده. بالظبط، وانت كمان يا بابا تروح كده تلبس بدله حلوه شيك كده. بدله ايه؟ واحنا لسه هنفصل له بدله. بقول لك الراجل قاعد مستنيني وانا متاخر عليه. هيروح بالمنظر ده يعني؟ خلاص هحطه في جيبي. هحطك في جيبي بس ما تتحركش. حاضر. انت ضامن ابوك؟ بقول لك في جيبي. بابا صح، اي حد معدي في الشارع ابقى هز دماغك كده زي الكلاب اللي في التكوسه عشان محدش يقول علينا مجانين ونرجع على المستشفى تاني. حاضر. تسلمي ايدك يا ست البنات. عنك. بقول لك ايه يا نور؟ إيه؟ مش هوصيك، عايزاك تسيس بابا على قد ما تقدر يعني. ها؟ ازاي يعني؟ اصل هو دماغه ناشفه قوي، بيحبني جدا ومش عايزني اتجوز وعايزني على طول ابقى قاعده معاه كده يعني. طب وانت ما قلتليش ليه؟ معلش، خده على قد عقله وسيسه بس. هو انا اخده على قد عقله ازاي؟ ده انت ما قلتليش ليه من الاول. عاجبك كده يا عمر؟ اهدى بقى، ما تتوترش كده. متوتر جدا، انا اول مره انا موجود معاك. بس ايه الشيكه دي؟ حلوه قوي الالوان اللي انت لابسها يعني، يخرب البيت كده. وانتي برضه لبسك حلو قوي. يبقى كلفت. بس اعملي حسابك بعد الجواز مفيش الشيفون دوت، احنا كده تقلعيه على طول. احنا كده يا ابيض يا اسود. ماشي. ما عندناش. برافو عليك يا نور، ذوقك حلو وعرفت تختار. هو انت اول مره تشوفها؟ لا يعني كانت نظره عابره كده بس، ما لاحظتش ان نصها شوكولاته ونصها فاكهه. لا يا ابني، هي من فوق تبان انها فاكهه بس من تحت مفيش شوكولاته لابسه. تحت ايه؟ بتكلم على التورته اللي انت جبتها. اه التورته، هو اي حد جبته؟ انت جبته معاك ليه ده؟ اخويا الكبير اللي جبته. واد بيفهم، جاب نصها شوكولاته ونصها فاكهه. لسه في الشوكولاته. عشان كان ممكن يبقى في واحد رخم في العيله ما بيحبش الشوكولاته فعنده فاكهه عشان ما يتلككش. انت ليه ليه واد بيفهم؟ مش حمائي كده، في ايه؟ بابا بيرجع تقريبا. بابا جه زي ما وصيتك. ها؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بحبايب الحلوين. اهلا وسهلا والله ليك وحشه. اهلا وسهلا. أهلاً. منورين منورين يا اولاد، ادخلي جوه يا ليلى. حاضر يا بابا. سيبها تطر القعده. لا ما انا هطر لكم القعده بدلا منها. اتفضلوا اقعدوا يا اولاد. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتقابل بيت نور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عمي. اهلا بيك. امال الحاج ما جاش معاكم ليه؟ لا جه. هو كان نفسه يجي وماله وماله يا ابني، كلنا بيبقى عندنا ظروف. اخوك الكبير موجود وسداد برضه. سداد ايه؟ لا انا مش هدفع حاجه، انتوا جايبيني تقلبوني. مش قصده. لا انا ما اقصدش تدفع حاجه، دي دباجه في الكلام. دباجه في الكلام. ايوه. اذا كان كده بقى يا عمي فاحنا. هو اسمه ايه؟ دباجه. مراد. بص بقى يا عم مراد، بقى خير في سلامه وسلامه في خير، واللي اوله شرط اخره نور. نعم. لا يا حبيبي ما استغناش، ده المثل هو اللي اوله شرط. وطبعا المثل بيقول ايه؟ اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، ولازم برضو تبقى عارف كل حاجة علشان نبقى على نور. نعم يا حبيبي، هو المثل كده. امال انت حشرني ليه في كل امثال؟ ما انت العريس لازم تلاقي نفسك. انا متوتر جدا يا عمر، واقف جنبي يا حبيبي. انا اول مرة. امال انا جاي ليه؟ يلا جاي لك. جاي لك حبيبي، طمن. وطبعا احنا لو لفينا الدنيا دي كلها شرقها وغربها مش هنلاقي اشرف ولا اطهر من عيلة ليلى مراد علشان نيجي نناسبها. ربنا يخليك يا ابني ويكرم اصلك. بس أنا عايز أقولك على حاجة، من غير لت وعجن ومقدمات كتيرة في الموضوع، خلينا نخش في الموضوع. وخير البر عاجله. ألف مبروك يا جوز بنتي. إيه؟ ألف مبروك. الشربات يا ليلى. استنى يا ليلى،
لسه 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 وسمتك ايه بس يا عمي؟ انا لسه عندي ظروف. وماله يا سيدي؟ ما احنا كلنا بيجي لنا ظروف، لكن في الحالات دي بنعمل ايه؟ نجيب حد يقف جنبنا يساعدنا ويشيل همنا. انا عاوز مصلحتك يا ابني. يلا بقى نقرا الفاتحه. اصل انا استنى يا نور، في ايه؟ مش اخوك الكبير قاعد ولا ايه؟ انا اسف يا ابي عمر. تخلص خالص، ما تفتحش بقك. انا اسف يا ابي. بص يا عم مراد، احنا جايين النهارده عشان بس نربط كلام، يعني النهارده نربط وبكره نظبط. يا سيدي احنا لسه هنفك ونربط، احنا نخش في الموضوع على طول. ما بالراحه علينا يا عم مراد. في ايه؟ هو في ايه؟ امال قعدت تقول لي ابويا لازم تسايسه، اصله ناشف، اصله ما يستغناش عني وبتاع، والراجل خلصان ومش عايز حاجه. هو ده كلام لازم العريس تقوله برضه في ليله زي دي؟ اقف جنب يا عمر، انا خايف. يلا اخوكوا، يلا معاك يلا. بليلة ما تخافش هجوزها لك. هي كذابه كده ولا هي مش فاهمه ابوها؟ هنعرف بقى دلوقتي بعدين، بس ما تقلقش. بص يا عم مراد، احنا النهارده بس جايين علشان تكون قعده تعارف، يعني تتعرف على ابننا نور، تشوف امكانياته ايه بالظبط، وبعدين تراعي برضه ان هو عنده ظروف. والله اللي انا اعرفه ان لو عنده ظروف شيل انت، وانت اسمك اخوه، والموضوع ما يبقاش خارج بره. واحنا جايين على اللي يشيل. في ايه يا عم مراد؟ ما يصحش كده. في ايه؟ العروسه مالها يا نور؟ صارحني، العروسه ملبوسه ولا عندها صرع؟ انا مش عارف اقف جنبي اهو. اقف ايه ونيلي؟ انت عايز يخلص من البنت وخلاص؟ البنت كويسه والله. لا البنت مش كويسه يا نور. استنى سيبني اكلمه انا يا اخي. بص يا عمي بالبلدي كده، احنا جايين نحجزها. هنحجزها، هندفع ديبوزيت. حتى لو دفعت ديبوزيت، لو جاني بعد ساعه واحد يدفع ديبوزيت اكتر هشيلها له. ما انا موجود، انا هدفع ديبوزيت بقول لك. ما انا هرجع لك الديبوزيت تاني. انا ما يدخلش بيتي ديبوزيت حرام. طب يعني هيخلص ازاي الراجل وهو لسه ما عندوش شقه؟ حلو، مش مشكله يا سيدي، يجيبوا شقه ايجار جديد. ايوه، ما هو حتى لو اتجوزوا في ايجار جديد لسه هيجيب عفش وتوضيب الشقه، بياخد وقت وانت فاهم بقى. يتجوزوا الاول وبعدين ياسسوا حته عفش بحته عفش. يلا بقى نفتح الجاتوه ونتوكل على الله. الراجل عدى العين. انا في حاجه انا خايف منها جدا. خايف من ايه؟ يا ساتر. في ايه؟ فار اوصله، فار مط من العلبه، موتوه موتوه عند فوق. احنا هنموته احنا، ما تقلقش. انا كنت دعوه بيه. ما تقلقش. ايه ده فار؟ ده كان الشوكولاته كلها فار. يا ساتر يا ساتر. يو بقى، ما انا قلت لك يا بابا ما كانش ينفع تيجي معايا النهارده. هو انت يا بابا مش كنت في جيبه؟ ايه اللي خرجك؟ يا ابني انا ريقي جري وما جريتش بنفسي غير وانا جواها. طب ما احنا كنا عند الحلواني، سالتك قلت لك عايز حاجه يا بابا، قلت لي لا وعملت فيها مؤدب وابن ناس. ايه اللي حصل بقى؟ وبعدين من امتى اصلا الفلان بتاكل حلويات؟ نور انا استناك في العربيه. عارفك اللي انت عملته ده؟ جايب لي فرح عشان ابويا يدفش من الجوازه تبقى جت من عنده. ها؟ لا صايع يالا. وانا ايش عرفني ان ابوكي بيخاف من الفيران؟ وبعدين لو ما كنتش عايز اجي ما كنتش جيت اصلا. وما جبتش ابوك معاك ليه؟ جبته. وما طلعش ليه؟ لا طلع اهو. هستنى ايه من واحد مهرج زيك؟ عاجبك كده جبت لي التهزيق؟ رد عليها بقى. ما انا لو رديت هتصرخ. شوف ايه دي؟ ايه دي يا حبيبتي؟ لا اهدى انت وما تتكلمش، عشان لو اتكلمت هي مش هتهدى. ليلى ليلى اهدي اهدي يا ماما، عادي فار بيتكلم. تعالي وانا اشرح لك كل حاجه. تعالي. خش يا حلو. يا عم كده اللي انت قلت لها؟ اه. انا عايز اقعد ورا يا نور. بقول لك ايه يا دانور، انا جبتتي مش خالصه. بطل تحسيس بقى يا اخي بغير. أنا غلطان إني بحاسس عليك أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا عم يوسف، ربنا يقومك بالسلامة. هو اللي يقومك بالسلامة؟ هو عامل إزاي ده؟ قصدي يعني ربنا يحولك بالسلامة. يا ربنا يحولك بالسلامة، أنا أول مرة أشوف الدعوة دي، أنت بتألفي دعوات. ما أنا برضك متلخبطة مش عارفة أقول إيه، وأنا كل يوم أشوف واحد ألف فرق. بقول لك يا نور، هو ينفع يعني أصوره فيديو صغير وهو بيتكلم معايا وأنزله على الانستجرام؟ ده ألف لايكات ياما. جرايا يا ليلى، أنت هتحفلي على أبويا ولا إيه؟ هتجري بآلامه علشان حفنا من اللايكات؟ إيه يا نور؟ ما تعمل حاجه كده وسيطر، مش ابوك ده. انا الصراحه بعد حفنا من اللايكات دي انا مش عارف اتكلم خالص. ليلى انا مش عايز هزار في الموضوع ده، انا ليا فانز كتير على السوشيال ميديا ووضعي هيبقى محرج. ما ترفعيش حاجه على السوشيال ميديا. هو ده اللي فارق معاك يا ابن الكلب؟ قصدك يا ابن الفار. انت هتتريق؟ اخلصوا وشوفوا لي حل في اللي انا فيه ده. ارجع بس واربيكم انتوا الاثنين من اول وجديد. طب انا مالي يا بابا، انا بدافع عنك اهو. والله بريء قوي يا اخو. طب خد شيله. لا مش هينفع اشيله عشان سايق. عشان سايق ولا عشان خايف؟ لا مش خايف طبعا. لا خايف. مش خايف بس يعني مكسوف ان انا اشيل ابويا على ايدي كده. يا سلام، مش ابوك ده اللي ياما شالك وانت صغير؟ ابوك ده اللي ياما شطفك؟ لا ماما هي اللي كانت بتشطفني. انت اي حد في الشارع كان بيشطفك يا عمر. بقول لك ايه يا نور؟ ايه؟ انت ما فكرتش ان احنا ممكن نروح المقبره تاني؟ ما هو زي ما تحول هناك اكيد برضك الحل هناك.
يعني يا نسا ليلى اول مره ربنا سترها معانا ورجعنا بفار واحد، عايزانا نروح المقبره علشان نرجع كلنا فران. مالها الفران يالا؟ اجدع ناس يا بابا الفران دول امامنا. احسن فران الفران البيضة والتحال الفران البيضة. ايه ده؟ ليلى بتتكلم صح، ما يمكن نلاقي حل هناك، اطلع بسرعه المقبره. لا لا مش هروح مقابر تاني، المقبره دي رعب. انا خايف من ايه يا بابا؟ هيحصل لك ايه تاني يعني؟ ما تخلص بقى يا عم انت. ها ايه الاخبار؟ طمني. واد رزل ومعفن شكله كده هيغلبني معاه. انا لمحت عيل مسلوع كده داخل معاهم عندكم، ما تجوزها له ده وخلاص. ما هو طلع اخوه واد رزل زيه كده ونفس القطعيه. بصراحه يا مراد انا اتخنقت منك ومن بنتك، واخويا شكله عايز يجوزني لاي حد والسلام، وانا حاساه كده ميال لمحصل الكهرباء. طب انا عندي فكره. ايه؟ ايه رايك نجوزها اخوكي؟ يا مصيبتي، وهو انا كنت مستحمله وهو اخويا عشان ابقى حماته؟ لا يا اخويا. طب خلاص هدي نفسك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيفرجها وهنتجوز. انا زهقت من الكلام يا مراد، انا عايزه اشوف فعل. والله لا تشوفي مني احلى فعل. بقولك ايه؟ ما تيجي نخرج بكره نتفسح شويه ونشم هوا. بس انا ليا شرط. الشروطي؟ تجيب لي ايس كريم فانيليا. ايوه حاضر. مساء الخير يا حاجة. مش انا ده هو. طب وسع كده يا اخويا شويه عشان اشوف. انا هنا اهو يا حاجة، انا هنا اهو. اهلا وسهلا. مش دي شقه استاذ عمر الشريف المحامي؟ ايوه يا فندم هي، بس الاستاذ عمر مش موجود لسه، ما جاش. اتفضل استناه. حاضر. بس هقوله يا اخوانا بعد اذنكم يا جماعه، نساعد بعض نساعد بعض نساعد بعض. ايه ده يا مساء الخير يا حاجة. اهلا وسهلا. الله عليكي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، 4 6 8 10 نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ انت معاهم ولا ايه؟ داخل الدرس. لا الاستاذ علاء يا حبيبي فوق. هتشربوا ايه بقى؟ لا ما تنزلونيش يا بابا. ما تخافش احنا كلنا جنبك اهو. ما ده اللي مخوفني يا جماعه. المقبره ضلمه واحنا هنشوف حاجه كده. لا ما انت مش عارف سر الفراعنه بقى في الاضاءه. ايه؟ بص. ايه ده؟ نار ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ طب استاذن انا بقى يا جماعه. ما تخافيش، تعالي يا ليلى تعالي. يا ولاد الايه؟ نفس الفكره بتاعت نور السلم، اول لما تطلع السلم تلاقي برضو النور نور كده، عشان كده بقى الفراعنه كانوا بيستهلكوا حجاره كتير. هي البتاعه ديت اللي ابوك مسكها اتلعن. هي دي؟ اه. طب روح هات يا نور كده لما تشوف ايه حكايتها. اروح اجيبها ايه؟ انت عايزني اتلعن انا كمان؟ انت عايز تحتاس بيا انا وابوك؟ كمان؟ اتفرج على الرجاله، ادي اللي هيبقى جوزك ابو عيالك. روح هات انت يا ليلى. استني هنا، تروح فين؟ وعيالها هيجوا ازاي لو هي راحت تجيبها؟ مش لازم بينا تبقى اتجوز واحده تانية. انت بتقول ايه يا عمر؟ بقول روح يا ليلى هاتيها. واجيبها انا ليه؟ انا مالي، هو ابويا ولا ابوك؟ انا مالي. سمعت؟ ادي مراتك ام عيالك. يا اخي ارحمنا بقى، في ايه؟ يفترض يا اخي انا ما بخلفش. لا هتخلف ان شاء الله. روحي يا ليلى هات انت البتاعه دي لما تشوف حكايتها. ما تجيبهاش انت ليه يا عم عيالي؟ عشان انا ما كنتش موافق اصلا على اللي بيحصل دوت، قلت لهم بلاش تنزلوا ونزلوا، وهو حصل اللي حصل. بقول لك ايه يا نور؟ ما تخلي عم يوسف يروح يلمسها، يمكن ترجعه تاني. والله فكره حلوه. يلا يا بابا حسك عليها. ايه حسك عليها دي؟ اسمها بسك عليها. لا مش هروح. اسكت اسكت كمان. ادي اللي هيبقى جد عيالك. انت مالك انت ومال عيالي؟ الله مش عمهم؟ يا اخي انت عم الدنيا وعم الناس، عم انا شخصيا. عايزين نشوف حاجه دلوقتي هنا في المقبره تدلنا على اللعنه اللي صابت ابوك. خلينا نفك اللعنه بتاعته يا اخي. ايوه صح، دوروا دوروا. وانت مش هتدور ولا ايه؟ لا مش هدور، عشان انا مش موافق على اللي بيحصل ده. وجيت معانا ليه لما انت مش موافق على اللي بيحصل؟ عشان ابويا يا حبيبي. دلوقتي بقى ابوك؟ ابويا طبعا. دلوقتي بقى ايوه ابويا. ومش عايز تعمل اي لا حاجه؟ لا ما ايه الفرحة دي؟ خديها ليكي بجد والنبي؟ ارمي يا بنتي القرف اللي في ايدك ده. قرف ايه؟ قرف ايه؟ ارمي برضية ايه يا جماعة؟ ده يا جماعة ورق مناديل فرعوني بكر كده اهوت، كانوا بيشدوه بعد ما يخلصوا ويمسحوا بيه ايه؟ اللي نقشوه. يا ابني لا البرديه شكلها مهمه. ولا مهمه ولا حاجه يا جماعه، احنا عايزين حاجه بقى تبقى مفيده، يعني مثلا نشوف صولجان، عصايه سحريه كده نضربها على دماغ ابوك يرجع بني ادم تاني. ليه يا مقبره السحر مدحت هيضربه على دماغه يرجع بني ادم؟ انت عبيط يالا. في حد فيكم بيعرف يقرا برديات؟ انا تعرف تقرا برديات؟ خالي استاذ برديات قد الدنيا.
الله الله، وما اعرفش ايه تاني عنك يا هانم. لا يا حبيبي، بس ما جاتش فرصه اقول لك قبل كده. طب وخالك ده فين؟ في الاقصر. في شارع الاقصر في بشتيل؟ لا، محافظه الاقصر. في بشتيل؟ محافظه الاقصر اللي زي الاقصر واسوان. في الاقصر؟ خلاص نروح الاقصر. يلا يا عمر يلا بينا. روحوا انتوا الاقصر، انا في قضيه كبيره عندي وفي ارواح انا مسؤول عنهم، مش فاضي انا للكلام ده. ارواح ايه؟ الراجل اللي انت بتدافع عنه اتقتل وروحه طلعت. اديك قلت اهو، روح واحد اتقتل، الروح دي مش معذبه عشان لسه حقها ما جاش، انا بقى هجيب حقها الروح دي. ليلى يلا نستعد ونطلع على الاقصر. خليك بقى. روح روح. انت بتعمل ايه؟ قرا الفاتحه لجدك يا ابني. يا ابني الراجل ده مات قبل ظهور الاسلام ب 6000 سنه. اه صحيح، سامحني يا رب. منك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ اجري يا عمر. يا الله حليم الكوبايات، مش كل شويه اقعد اعمل شاي. بص لي كده ليه وانا خاف. شكرا. العفو. ماما. ايه؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ زباين اخوك عمر يا اخوي. زباين انا؟ انا مش فاتح جيم ولا. مساء الخير يا استاذ عمر. انت؟ وصلت بيك الجرأة تيجي هنا لحد بيتي؟ اتفضل اطلع بره. والله ما حد طالع بره. خلاص هدوا نفسكم يا جماعه، اتفضلوا ارتاحوا. ما تعرفتش بحضرتك كمال ابو رايا. اهلا وسهلا. اهلا. ايه بتعمل ايه؟ بتسلم عليه؟ ده ايده ملوثه بدماء الابرياء يا ابني. ما ايديه نظيفه وزي الفل، ايه في ايه؟ لا لا، ده تعبير مجازي. اتفضل اتفضل يا استاذ، اطلع بره اطلع بره يا ابن القاتل. صدق حلو الشتيمه دي جديده. ما يصحش كده يا استاذ عمر، ده احنا ضيوفك وفي بيتك برضه، وبعدين لسه المحكمه ما حكمتش ان بابا قاتل. هتحكم ان شاء الله الجلسه الجايه. هتحكم يعني؟ انت معاك دليل على كده؟ طبعا انا قلبي دليل يا استاذ. إيه يا عم انت؟ ليلى مراد. ليلى مراد دي اللي انت ماشي معاها يا حبيبي. طب ايه ده حبيبي؟ عشان ممكن كل واحد من اللي واقفين دول لو ادونا كف هيعجنونا في بعض. انا من رايي بدل ما شكلك يبقى وحش في الجلسه الجايه في المحكمه ان انت تاخد ايه ايه في دي اللي لسه مضيين. طيب الشيك ان انت تاخد الشيك ده. دي رشوة. حضرتك جاي تعرض عليا رشوة. ليه مسميها رشوة؟ ما تعتبرها هدية، عربون محبة. مفيش كاش. ايه؟ ما معناش. هيكونوا عندك النهاردة. هات يلا متخلف انت. اوعى تفتكر يا استاذ كمال ان انا ممكن ابيع ضميري المهني من اجل حفنة من الاموال. انت اوفر قوي النهاردة. أنا من رأيي إن أنت تقنعه وياخد الفلوس عشان يعيش حياته. أنا من رأيي تديني أنا الفلوس وأعيش أنا حياتي ويندعق هو. أنا هديك مهلة تفكر وما تبقاش غبي. طب وأنا؟ أنت ذكي. أنا ذكي وأنت غبي. أنا ذكي وأنت غبي. كمال أبو ريا قال لي كده. بس بطل تفاهم. أطلع إيه تاني؟ هات الشيك من الأرض عشان مكسوف أوطي، وخد الرجالة وانزل على حاجة. يلا يا رجالة بالسلامة. الله عليك. ايه الله، انت بتهددني ولا ايه؟ بالسلامة. اسكت. بالسلامة يا رجالة. كمال بيه، اوعوا تكونوا فاكرين الامين ده ينفعكم بحاجة. على مهلكوا. ركع العصب. انا لازم اسافر معاك، مش هينفع اقعد هنا لوحدي. وركع العصب. ايه ده ايه ده، انتوا هتسافروا؟ اه يا ماما، عندي مسرحية في الاقصر ان شاء الله، في قصر ثقافة الاقصر. هروح بس اخد عمر معايا نقضي يوم مع بعض. حبايبي توصلوا بألف سلامة، اعمل لكم اكل ايه بقى تاخدوه معاكم؟ قولوا لها جبنه رومي. اسكت. جبنه رومي. احطها له فين ابن الجزمه ده؟ احطها له فين الفار الواطي ده؟ يظهر يا واطي يا واطي. احطها له فين؟ احطها له فين؟ هنا ممكن يشوفها. احطها له فين؟ هنا يا فار يا واطي، احطها له فين؟ انت بتعمل ايه يا بابا؟ بأمن نفسي. ما انا مش هيجيلي نوم الا لما ابعت اجيب لزق احوط به السرير، وسم فران احطه في الاركان، وكهربا اكهرب بيها الارضيه. طب ما ترخص سلاح احسن. في ايه؟ ده فار. بعدين يعني هم خدوه معاهم وهم ماشيين. خلاص. ايه؟ خدوه معاهم وهم ماشيين؟ يعني ما رموهوش؟ يعني العيله المنتنه المعفنه دي رايحين جايين بالفران؟ اتريني انا من ساعه ما سلمت عليهم وانا جاري حاله هرش. انا خايف بقى لا يكون اللي عندي ده جرب ولا حاجه. ما تدفرش قوي كده يا بابا، مفيش حاجه. لا مفيش حاجه ازاي؟ اسمعي يا بنتي، انا هقول لك على حاجه. اذا كان هيبقى لك نصيب مع الناس دول يبقى الكلام والاتفاق على القهوه. يا بابا انا اصلا يعني متضايقه قوي من الموقف اللي حصل ده. لا ما تضايقيش نفسك، بكره يجي لك سيد سيد والحد عندك. لا انت مش فاهم، يعني انا نفسيتي متاثره قوي، فبفكر يعني اروح لخالي يومين الاقصر لو ينفع يعني غير جو. طب وليه يومين؟ انت مهمومه اكتر من كده. يعني
يعني اقعدوا اسبوع اسبوعين ثلاثه، ده برضو اسمه خالك ومن حقك تطمني عليه. اما اشوف بقى انا وظروفي، اما اخش احضر شنطتي بقى. يلا يا ابني رجعت، هنسافر امتى؟ يلا بينا. ايه ده؟ ايه الهبل اللي انت عامله ده؟ هبل ايه؟ هبل ايه؟ هو احنا رايحين كينيا؟ كينيا تيها متخلف، هي الاقصر ما تطرحش الا كده. اه لا، لو عايز تلعبها صح بقى كنت تلبس الجلاليب بتاعت النوبه. ده النوبه الجايه ان شاء الله، وبعدين النوبه دي لو رايحين اسوان. طب ما الاقصر واسوان حاجه واحده. لا يا ابني، مين اللي قال لك كده؟ دي الاقصر حاجه واسوان حاجه ثانيه. هي طول عمرها الاقصر واسوان حاجه واحده، حتى في الجامعه يقول لك في رحله للاقصر واسوان 5 ايام 9 ليالي. ايه 5 ايام و9 ليالي؟ يعني ايه 5 ايام و9 ليالي؟ ما انت مش هتنام هناك بقى في الرحله، هتفضل مطبع عشان تستمتع. يا ابني الاقصر حاجه واسوان حاجه ثانيه، دي مدينه ودي مدينه ثانيه. اقول لك زي ايه؟ زي المعادي وصقر قريش. ما اكيد طبعا، المعادي في المعادي، صقر قريش في قريش. ما تخلصوا بقى يا اولاد الجزع. حاضر يا بابا حاضر. ايه ده؟ انتوا هتسافروا دلوقتي؟ ايه ده؟ ماله ده؟ لا مالوش، ده بيمثل عشان بيتدرب عشان دور جديد. انت هتفضل تقول مسرحيه كحه كده. ما اصل هو دور برد، وان شاء الله مع الاحداث والتصاعد هيبقى برد في العظم. اه طب مش عايز حاجه؟ عايز مضاد حيوي. مضاد حيوي؟ انت متخلف كده، ده ضد الشخصية. بس عشان الصراع الدرامي. ايوه بس كده الشخصية هتخف وهيمشوه. يا غبي يا ابن الغبي، انا قصدي يعني اساعدك في حاجة في الترتيب. يا امي احنا مش عايزين نتعب حضرتك خالص، انت الام وانت الحنية، فاحنا عايزينك كويسة وطيبة. ارتاح انت يا امي. بص الام، شفت الام؟ طبعا. شيلوا عني الفوطة اللي انت حاطينها دي، هتخنق. يعني احنا رامين عليك فوطة زفرة؟ قاعد. بقول لكم ايه، انا مش هينفع اسافر الا لما اقدم طلب اجازه، لا يتخصم لي ولا حاجه. يتخصم لك ايه؟ هو انت كان عندك عشم ان انت هتروح الشغل وتقبض يعني؟ يا ابني انا عمري ما اتكتب في ملف جيزة او غياب، عايزه طول الوقت نضيف، لازم تقدموا لي على طلب اجازه الاول عشان اعرف اسافر معاه. استغفر الله العظيم. حاضر، هنروح نقدم لك على اجازه وبعدين نسافر بالليل. شيل شوية لغاية ما ارجع الشغل بس، احسن عندي دور برد جامد. الف سلامة عليك. حتى بص. ترجع لنا بالسلامة. شايف الدور؟ ولا يهمك يا حبيبي، ولا يهمك خالص، ولا تعتل اي هم لاي شغل، كأنك موجود بالظبط. شكرا يا جابر. تشكر.